مساء الخير يا استاذ حمزه. طبعا انا بعتذر من البدايه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد، بس يعني كان نفسي ان انا اقابلك بكل الطرق الشرعيه والطبيعيه، نتكلم في التليفون، اخد من حضرتك ميعاد. انا عارف طبعا انت مشغول، بس من واضح ان حضرتك مش عايز تكلمني. حتى النهارده الصبح اديت لحضرتك رقم التليفون ما كلمتنيش. اصل انا قطعت الكارت ورميته في الزباله. تمام. كنت تقول لي يعني ان حضرتك مش فاضي، مش هتقدر تكلمني في التليفون. طب حضرتك تسمع، انا عايزاك في ايه؟ مش عايز اسمع. طب ليه مش عايز تسمع؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ لاني مش عايز. طرشتي يا استاذ حمزه. باختصار انا جاي اعرض على حضرتك عرض مهم جدا. هتقدم فقرة في برنامج مهم، وبعدين انا عارفة طبعا ان دي حاجة سهلة على حضرتك ممكن تعملها، واي مبلغ اي مبلغ حضرتك هتطلبه هيجيلك هيوصلك. استاذ حمزة، استاذ حمزة، انت نمت؟ خلصتي؟ بس يعني في لسه حاجات كنت عايزه. خلاص قلت لك مش عايز، امشي. طب والله ما انا ماشي، وهكلمك بالذوق بالعافيه هكلمك. طب اقول لك على حاجه بقى، ادي قاعده ومش ماشيه. يا صبح انا حمزه، يطلع خد الزباله. علم زباله. الصغير فاكر نفسه كبير، والتافه فاكر نفسه بيفهم، وعيله ما تسواش فاكره نفسها مره. وانت ما لقيتيش غير الراجل المجنون ده وتتكلمي معاه؟ ده مجنون كريزي. راجل مجنون مين يا ستة؟ مجنون انت؟ ها؟ يلا غوري. ورا ما تاخدك كان يوم اسود يوم ما جيت في العمارة. بدك 60 ميل عليك على جابك. لا غدا لا ناظره قريب. انا ما قلتش حاجة. أنا عارف. هي عارفة كويس أوي أنا بتكلم عن مين. وحياة أمك لطردك أنت وابنك. أنت فاهمة؟ ما شاء الله على الألفاظ. وأنا أقول البلد خربت من إيه؟ ما هي دي الدبلوماسية المعفنة. هي حلوة أول مرة تسمعي الكلام ده؟ عالم زبالة. يا حمزة باشا، أنا صبح البواب، عايز حاجة تاني؟ لا يا صبح متشكر، خد كيس الزبالة وبالمرة في زبالة عندك على السلم خدها في إيدك. ماشي. كتر خيرك. عم صبحي. تعال. تغمريني يا ست هانم. خليك فلوس تجيب لي حاجة. عينيا بس كده. خد روح جيب لي 2 بيرة كنز. استغفر الله، ده منكر يا ست هانم، أنا ما بشتغلش في المنكر. طب جيب لي 2 وخلي الباقي عشانك. بس كده؟ عينيا يا ست هانم، بقول لك إيه؟ حمزة بيه عين عندي 4 مشبرين. مية مية، أجيب لك منهم 2 وأجيب لك حتة جبنة وشقة بطيخ تمزمزي بيها، إيه رأيك؟ ماشي، بس روح بقى يلا ظبطني. أوامرك يا ست هاني، السلام عليكم. عليكم. حضرتك ايه؟ انا مش عارفه ازاي انت بقيت دبلوماسي ولا حتى كده نزلت اتمشيت من قدام وزاره الخارجيه في الشارع قدامهم كده.
ده انت ما ترفض كده قبل ما تسمع. مش تسمع، اسمع 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 عايز اقول لك ايه وبعدين ارفض. حيالله كانوا بيجيبوك في البرامج بليشي كده ببلاش من غير فلوس، تيجي تقعد تلغي وتتكلم وتتخانق وتتعصب وفي الاخر يقفلوا عليك الهوا يمشوك. كبالك فرصة عمرك، برنامج تتكلم فيه زي ما انت عايز ومعادش هيقطع عليك، كنت هتاخد فلوس كمان رخيصة. مش رخيصة وبس، كمان فاشلة زي البرامج اللي بتقدموها بالظبط. انتوا شوية جهلة ومدعين، بتقدموا جهلكم لشوية جهلة زيكم للأسف.